من استديوهاتنا في المملكة العربية السعودية، تلفزيون الآن يقدم الكوميدي شو، تقديم محمد السلطان، تمثيل طلال الشيخي، عبد الرحمن الشيخي، محمد بن رافعة، واسماعيل الحسن. والآن مع مقدم البرنامج محمد السلطان. أهلا وسهلا بكم في الكوميدي شو، منورين يا أخوان. قولوا لي نورك. والله نوركم حبايب قلبي. موضوع اليوم موضوع رايق كذا لطيف. موضوع حلقتنا اليوم هو الزواج. الزواج هو القفص الذهبي اللي يقرر رجل وامرأة انهم يحبسوا نفسهم فيه، احيانا عن حب واحيانا بشكل تقليدي. مو مهم سبب الزواج، لانه في الحالتين ابن امك تفكر يوم تسيب قفصك الذهبي وتسوي زيارة لقفص روسي، الا انا لو كان كاس العالم عادي. اليوم عشان تتزوج يعتبر فيلم هندي. اول شيء تتعرف على فتاة احلامك ويبدا بينكم قصة عشق قدرة جبارة، ويوم تقول لها انك تبغى تتقدم لها تكتشف انها مو بنت، يكون خويك عبادي مخرفنك له شهرين. فترجع تعيد نفس الخطوات من ثاني لين تلاقي بنت حقيقية وفعلا تعجبك. ولما تروح تبغى تتقدم لها امك تجيك تقول لك سبرايز، سري لك انا اللي حختار. فانت هنا تسمع كلام امك، تقوم تاخذك وتروح تتقدم البنت اللي اختارتها امك، واول شيء يقولوا لها اهلك لك جيب مهر. ولما تسالهم ليش المهر غالي يقولوا لك لانها بتشتري ملابس. ملابس ايش يا جماعه؟ هي كانت عريانه عندكم ولا ايش؟ وبعدين امك وامها يواجهوا بعض في الحلقه الاخيره زي تكن، عرفتوها اللي فيه اس امك وامها. امها تزعل فتره راضيه، تقوم امك تزعل فتره راضيه، تقوم زوجتك تزعل فتره راضيه، بعدين تلاقي ما في احد زعل، تقوم تزعل انت عشان قررت في يوم انك تتزوج. اسباب الزواج اليوم اختلفت واصبحت متوحده في سبب واحد بس، زوجوه يعقل. انا ماني عارف ايش المنطق في كذا، يعني عمرنا ما سمعنا عن واحد كان مجنون وعقل في الزفه، انا ما قلت شيء زي كذا. وكمان يعني كلنا عارفين انه مستحيل يعقل، اللي حيصير انه هي اللي حتتجنن. ومع كل الاختلافات في اسباب وطرق الزواج بين الماضي والحاضر، الا ان هناك ظاهره ثابته معانا عبر الازمنه، وهي ظاهره التحول الفيسيولوجي والسيكولوجي للبنت قبل الزواج وبعده. يعني انتم مشيتوا سيكولوجي وفيسيولوجي هذه عادي؟ وقت الخطوبه، الله وقت الخطوبه تجيك ناعمه ورقيقه وخجوله، بعد الزواج صوتها يصير خادش للحياه العام، صوتها خشن، يعني تنفع تكون جنب القرني والله، او يعني تبيع في الحراج، او يعني اي حاجه الاصوات العاليه. فزي ما انتم شايفين الزواج مو سهل، الزواج مسؤوليه صعبه، الا اذا كنت متزوج مدرسه فيعني اعتقد. وش بهم المدرسات؟ ها؟ وش بهم المدرسات؟ هلا حبيبي. وش بهم المدرسات؟ مساكين، يعني هم اللي اضطروا يشيلوا مسؤوليات الزواج. المدرسات هم اللي اضطروا يشيلوا مسؤوليات الزواج. طيب وانا اشيلهم. اشيلهم معايا في الباص. يعني ما شاء الله، يعني انت توصل المعلمات وترجعهم وتوديهم، ممتاز. معاك الدكتور لا 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 الطارة. لا لا قول دكتور. قول لا 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 الطارة عبده، باص المعلمات والتوصيل وهذا كله عندي. يعني تمام، يعني انت ايش تبغى؟ ايش اللي ايش ابغى؟ توصلهم واوصلهم وارجعهم وكمان اتزوجهم كلهم. تتزوجهم كلهم؟ ايه كلهم. ليه كلهم؟ اربعة بس. يعني ماني فاهم، يعني كلهم اربعه، يعني ما شاء الله، يعني انت متزوج الان اربع معلمات. ايه طيب ممتاز، بس عندي سؤال، انت كيف تقدر توفق بين الاربع المعلمات هذول اللي انت متزوجهم؟ والله قلت لي كيف اوفق بينهم، هذا ظلم الجميع عدل. عفوا؟ والله يا يعني ما ادري يعني كيف ظلم الجميع عدل؟ يعني اهجرهم. اهجرهم. اهجرهم اروح انام في الصاله. قلت لك انا رجال. ايوه حبيبي خلاص. عرفني انك رجال ولا تغثني، انا اقول لك كيف تقدر تتعامل معاهم ذهنيا، يعني قلت لي ذهنيا. ايه شوف، اخليهم يتغدون في بعض قبل ما يتعشون فيا. كيف يعني؟ يعني
اذا انهم طلبوا طلبات في نفس الوقت كلهم كذا اجتمعوا قالوا يطلبون في نفس الوقت اخليهم يلعبون لودو. تعرف اللودو؟ لودو ستار. اي خليهم يلعبون ضد بعض واللي تفوز تلبي طلبها. لا اجل اللي تفوز تلعب ضدي واهجمها ها ولا انا في ولا طلب احد فيهم وبعدين قلت لك ظلم الجميع عدل. والله لا ظلمهم يا شيخ. لا 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 والله اني انا الغلطان اني سالتك. شكرا لك. تقدر تروح تهجرهم زي ما تبغى. تفضل حبيبي يعطيك العافيه. اقول اسرع ابي تفضل. اعزائي المشاهدين عندنا حلقه رهيبه اليوم نرجع لكم بعد الفاصل. ما اسكتش الحلقه خلوكم معانا. يا هلا والله ويا مرحبا والله نورتوني. معلش انا اسف التليفون قاعد يرن بس. الو مكتب الخطاب ابو تغريد طلبك موجود بالتاكيد. هلا هلا ايش طلبك؟ مطلقات؟ تعرف انت المطلقات يروحون بسرعه يا اخي. والله راحت قبل 5 دقائق. اي والله. طب اسمع عندنا غيرها عند الو الو هذا يبغى مطلقات. انا اسف والله اعذرني اسف جدا. فتعرف هذا قلت لك الناس يستغربون يقول لك كيف يعني خطاب ما هو خطابة؟ يا أخي أنا رجل وأعرف إيش يبغى الرجل هذا. وأنا كمان أنا ما أخذها ترى دراسة وأكاديمية. ماني قاعد ألعب أنا هنا. إيش طلبك؟ والله أبد جاي هنا أبغى أزوج ولدي هاشم. صراحة أنا بديت أخاف عليه الولد يعني طول وقت بس يلعب بلايستيشن يلعب بلايستيشن. فالموضوع بدأ يوترني. الأدمي كويس يعني أموره طيبة ما ينخاف عليه. مجرد بلايستيشن غرفة حمام حمام غرفة بلايستيشن ولا يعني كفو. بابا ما ابغى اتزوج. قلت لي حتوديني محل البلاي ستيشن عشان نشتري سي دي وما وديتني ما اشتريت لعبه. معليش حبيبي الحين احنا بس نتزوج من عند ابو تغريد وبعدين اوديك محل بلاي ستيشن اشتري كل شيء تبغاه. طيب شاطر حبيبي. والله يا ابو هاشم انا اقول لك انا عندي 3 باكيجات اعطيها العالم كلهم. في باكيج رابع ما اعطيته ولا احد يعني اسمه باكيج فلذه كبدي. هذا الباكج داخله في بنت واحدة بنتي تغريد وحيدتي الله يحفظها. درستها أحسن دراسة ربيتها أحسن تربية وما شاء الله عادها الحين يعني عندها دبلوم تربية تنفع للأطفال اللي زي ولدك. لا ولدي أنا مو طفل. ولدي بس كذا هو يعني خجول وبريء ولا هو رجال. بعدين قلت لي حتوديني أشتري حلاوة مصاص ما وديتني البقالة بعدين كنت تقول لي أوف شفت. هذا أنا قلت لك والله تغريد تنفعله تمام يعني بسم الله عليها حلوة وتعرف تطبخ يعني كاملة مكملة بسم الله عليها كاملة مكملة بس هي فيها عيب صغير عيب صغير إنها يعني تقول رأيها تتكلم تدلو بدلوها بس عيب صغير بس إن شاء الله مع الزمن يعني بينحل يعني ولا أزواج ما لهم إلا يعني. طيب بس يعني أستشير العريس. طبعا تفضل. ها يا ولدي إيش قلت؟ ما أبغى. طيب معليش يعني ما في حاجات ثانية للولد؟ طيب ما هي مشكلة عندنا هنا باكيجات ثانية. في عندنا باكيج البكمة هذا يحبونه اللي ما يبغون اللسلسة والبربرة يغض بس باكمة. وفي باكيج الأرامل موجود في كل باكيجات بس كل واحد وسعره يعني. وإذا أخذت بنتي تغريد ما في عمولة. ها إيش قلت؟ أستشر العريس. ها يا ولدي إيش قلت؟ ما أبغى ما أبغى ما أبغى أوف أوف أوف. طب عاد انا اروح اشتري له لعبه ونرجع نشوف الموضوع. يا مان مع السلامه. الا اقول لك ما في بكمه كذا لي انا بيني وبينك. الظاهر ما هو بس هاشم اللي يبغى يلعب. على خشمي والله على خشمي. السلام عليكم. عليكم السلام اهلا. يا اخي انا ما جيتك انت بالذات الا عشان عندك ارامل حلو طلبت ارمله حلو حلو ويوم جيت اكلمها بالجوال طلعت ما تزوجت. طيب كويس انها ما تزوجت احسن عشان ما تقارن بينك وبين اي واحد تصير انت فارسها الاول في حياتها. لا انت ما انت فاهم. فهمني. انا طلبت ارمله ليش؟ ليش؟ عشان الارمله قد ذاقت طعم الفراق ومسكينه تحبني وتحتويني وتخاف علي وتقول تبكي تبكي. هي تقعد تبكي يعني مثلا لو انا طلعت من البيت تقعد تخاف تقول هذا مسكين بيرجع ولا يمكن يموت. بسم الله عليك. وتقعد تبكي وتحضني ولدي. فهمت ولا لا؟ فهمت. عندي لك حل. ايش رايك اعطيك بنتي تغريد واخليها تسوي هذه الاشياء كلها؟
يا اخي انا كم مره اقول لك لا لا ما ما, ما ابغى بنتك تغريد ما ابغى كم مره أقول... رجع فلوسي رجع فلوسي ولا اقول لك اعطني باكج البكمه طب وش رايك اعطيك بدي تغريد واخليها ما تتكلم ما ولا تسوي ولا شيء لا قلنا لك لا ما نبغى وش يرضيك بتعطيني البكمة ولا والله لا اتصل على وزارة التجارة والثروة السمكية خليهم يجوا لا 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 الا الثروة السمكية والتجارة لا 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 لا, لا, لا اسمع طب اسمع ابرسل لك الحين تبغى بكمة صح بكمة انت قلت إيه ارسل لك يلا حساب سكايب حق البكمة عشان مرة واحدة على الواتساب خلاص ابشر الحين على الواتساب يلا فين انا السلام عليكم عليكم السلام اقول لك يا ابن الحلال انا جايك يعني ابغاك تحقق لي امنياتي ها طبعاً. انا يعني ودي اتزوج هيفا ها لانها يعني ما شاء الله يعني البنت جميله ودي اتزوج نانسي لانها يعني ما شاء الله برضو جميله ودي اتزوج اليسا لانها يعني برضو ما شاء الله جميله فيعني وبس هذولا ايش قالوا لك في بي ان انا ازوجك هذول انا اقول لك لا عندي سجل انت سجل يلا 0 5 4 5 3 5 6 5 2 5 1 5 7 هذه هيفا ها؟ لا هذه بنتي تغريد اطلق منهم كلهم يا من الحلال انت حنتر بنتك انت يا اخي قل لي تبغى تصرفها انت ولا وش الهرجة والله الصراحه ايوه والله ابد تتصرفها بصرفها ليش يعني هي يعني فيها خلل وهي كامله مكمله اسم الله عليها بس فيها عيب مصنعي صغير وش هو قل لي والله هي اندبندنت وومن تتكلم وتقول رايها يعني فتتكلم يعني تتكلم يا اخي انا قلت لك ما ابغى اتزوج واحد تقعد تبربر ما ابغى واحد زي الذبان ابغى واحده بكمه صن بكمه إيه؟ يا اخي رجعتوني بالبكمه ما في بكمه روح حق هناك ايش فيها اذا تكلمت عادي البنت عندها لسان والرجال معه لسان خلها هي اندبندنت وومن تبغى تقول رايها اقلع برا هاي خلي بنت بنت من حقك هل تنفع يلا 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 هلا بنتي تغريد حبيبتي هلا لا والله ما لقيت لك عريس باقي بس اقول لك تحتاجين لسانك ولا نقصه لان البكمه سوقها ماشي اليومين اهلا 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 فقرتنا الآن هي البرزنتيشن هذه الفقرة الثابتة في برنامجنا اللي نستضيف فيها كوميديا يقدم لنا عرض تقديمي لحل مشكلة الفقرة موضوع فقرتنا اليوم هو نصائح ما قبل وبعد الزواج ومعانا اليوم لتقديم العرض الكوميديا الفنان محمد الفرة السلام عليكم يا إخوان معكم جابر شنب الليل اخصائي العلاقات الزوجيه وهذا الموضوع مش عبس يعني حكايه الاخصائي هذا اجى يعني بحكم ان انا تزوجت مرتين وطلقت ثلاثه اربع مرات منهم كانوا خلع انا اليوم جاي اديكوا دوره اسمها الطريقه الذكيه لجوازه زي العسليه وعشان توصل للعسليه هذا لازم تتفادى اخطاء شائعه حول الزواج طبعا اول خطا الكل بيرتكبه في الزواج هو الزواج نفسه ليش بتتجوز يا بهيم ليش بتتجوز وتيجي تبكي زي النسوان بس تخافش ربنا كبير وزي ما خلق المشكلة خلق إلها حل الطلاق الطلاق اشغل نفسك يا أخي بأي إشي غير الزواج العب رياضة اقرأ كتب سقف حالك ما انت لو بتفهم ما كنتش اتجوزت يا بهيم خش قضي وقت على النت قضي وقت على النت لكن لو ما قدردش يعني وقعت في الخطأ ما تزعلش البني آدم خطاء عكايشي لحاله الموسم هذا غلطان يمكن 1200 مرة شق راسي من كتر ما بغلط عادي أهم حاجة أنت ما تتمداش في الغلط يعني مش تتجوز وتجيب أولاد كمان هكذا أنت بهيم رسمي طيب يعني بيقول لك بلكن الأولاد بيطلعوا كويسين ولا شيء لا غلط ما بني على باطل فهو باطل وبنرجع نفكرك الطلاق يا أخي الطلاق بدي أقولكم يعني نصايح عشان المود ما يبقاش سلبي نصايح للشباب اللي مقبل على الزواج أول نصيحة اركض يا حسين اركض ركض فلج توقفش تاني نصيحة يا جماعة يعني لكن لو انت صحتك مش مساعداك على الركض وهيك هنديك نصايح خلاص بحكم انك هتتجوز اول نصيحة تحترمش ابوها بيجي بيقول لك دير بالك على البنت وشمطه كف قول له كان انتبهت عليها انت ولا هو شغل توريطه خلاص بيجي بيقول لك عايزك تحطها في عينك انا راضي زمتك يا زلمة هذه كيف بدي ادخلها في عيني ايش انا ساحر ولا ايش
طيب الخطأ الشائع التالي اللي بيرتكبوه المتزوجين اللي هو التسليك. هذا منظر زوج قاعد بيسلك لزوجته. طبعا هي بدأت معاه بحكاية الطاولة انها هتكون رهيبة لو اشتروا ستاير زرقاء. فجأة بعد شهرين بلاقي حاله اتفق انه يسفرها اوروبا ويشتري لها ايفون وبرضه بده يجيب الستاير الزرقاء. يعني اشي غريب. اكبر خطأ يا جماعة هو الشموع الحمراء. عمرك ما تجيبش شموع حمراء، امنعنا من الرومانسية يا اخي رجاء. الشموع الحمراء هذه بتؤدي الى حالات رومانسية خاطئة ومتهورة، احنا غير مسؤولين عنها. الحالة الوحيدة اللي بتستخدم فيها الشموع اذا كنت بدك تحرق البيت وتتأكد ان الاولاد نايمين جوا لانه الشمع غالي وما فينا نعيد التجربة مرة ثانية. اخر فقرة يا جماعة بدنا نجاوب على اسئلة شائعة حول الزواج، لانه البنت بتختبرك زي الحياة. تيجي بتقول لك اول سؤال مثلا كنت بتكلم بنات غيري؟ لا والله انا كنت ابكم، ولما شفت وجه امك ربي خلاني انطق. ثاني سؤال بتيجي بتقول لك ايش لفتك فيا غير وزنك المية وعشرة؟ يعني هذا لفت نص جدا، مش عارف ليش اجت علي، حظ الهباب لفتني يا ستي. انا يعني ايش بدي احكي لك. اخر سؤال يا جماعه بتقول لك لو مت هتتزوج بعدي؟ لا والله بدي اخذ القبر اللي جنبك ونفتحهم مع بعض. اخر شيء يا جماعه نتمنى لكم جوازه سعيده وان شاء الله نكون ايش فدناكم. شكرا. اهلا فيكم من جديد. حلقتنا اليوم وصلت لنهايتها، لكن قبل ما نروح راح نصكم مع فاصل كوميدي نستضيف فيه كوميديان يقدم لنا عرض ستاند اب كوميدي. رحبوا معايا بالكوميديان اللي راح يكون معانا اليوم، الفنان خالد عمر. اهلا بكم يا جماعه، كيف حالكم؟ تمام اموركم؟ تعبانين؟ كويسين؟ اوكي، ما حد تعبان؟ في حد تعبان؟ اللي تعبان يرفع يده. اوكي طيب، لانه انا توصلت لنظريه جديده الحين عن الناس الطيبه. مو يقول لك زمان كانوا طيبين، زمان الطيبين، زمان الطيبين، من سمع هذه؟ في حد سمع انه زمان طيبين كانوا؟ في احد متفق انه زمان طيبين؟ اوكي انا اقول لكم ترى مو كانوا طيبين. اوكي كانوا طيبين بس يعني مو طيبين مره، هي الشغله انهم كانوا فاضيين. احنا الحين مشغولين والله، تعبانين والله، يعني التعب هنا واصل، واحد ما عنده خلاق فصرنا اشرار. لكن زمان كنا طفشانين، كان ما عندك الا اي ار تي تتفرج عليه، والساعه 9 الاخبار يا دوب تلحقها ما لحقتها خلاص. دحين لا، دحين شايفين كميه الاخبار؟ قبل ما تنام عندك ساعتين بس تويتر هاشتاج، بس تشوف هاشتاج وضغطك يرتفع تشوف التعليقات. ماني عارف عندهم حقين تويتر دول غريبين، تقعد تشوف تويتر، تشوف سناب شات، تشوف عمتك فوزيه ايش طبخت اليوم، باميه ولا ملوخيه، تشوف مريم حسين طلقت مين، يعني اخبار مره كثير فتتعب. والناس هذه نفسهم اخلاقهم توصل هنا لما يجي يسالك اليوم الثاني شفت مريم حسين طلقت مين وانت تقول له لا ما اعرف، يزعل كيف ما شفت افتح سناب دحين، لانه هو تعب فيبغاك تتعب. صح؟ زي حقين جيم اوف ثرونز مثلا، مره يعصبوا لو ما تفرجت جيم اوف ثرونز. مين هنا ما يتفرج جيم اوف ثرونز؟ انا ما اتفرج. قليلين ادب. كيف ما تتفرج جيم اوف ثرونز؟ لازم تتفرج جيم اوف ثرونز. انا اتفرجت 7 مواسم، انت لازم تتفرج جيم اوف ثرونز. عشان كذا ما صار عندنا اخلاق، بنتعب. بس 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 الزعل ده نوعا ما مبرر. اللي زعلهم مو مبرر البنات. ليش بتزعلوا فجأة زعلانة وما تعرف ليش؟ ما تقول لك هي بس زعلانة، صامت كده زعلانة. أنا أرجع البيت بعد 5 أيام أكتشف أنه أنا في مضاربة معاها، ما بتقول لي، ما أعرف، أحاول أتفاهم معاها. تدخل أحيانا ساعتين تضارب ويمكن تبود يدك وإنت ما أنت عارف ليش فيه، إيش فيه زعل وشد، إيش فيه؟ طيب أبغى أفهم إيش الموضوع. مشاكل مرة كبيرة في الموضوع ده. عارفين ليش؟ لأنه البنات يعني بيحطوا ستاندرد عالي لزواجهم. أوكي لأنه زوجي رجال رهيب فتتوقع منه أشياء حلوة. لا، هل في أحد إنسان عاقل يشوفني ويتوقع مني أشياء حلوة؟ هي تتوقع مني أشياء حلوة. يعني مثلا زوجتي تتوقع مني أني أتروش كل يوم. هنا الشباب العزاب في أحد بيتروش كل يوم؟ إسراف موية ده يا جماعة. انا قبل الزواج كان عندي تيست. اوكي لازم تروش، يلا كان كذا ماشيين امورنا. هي لا تبغاك تتروش كل يوم، وبعدين كمان تبغاك تكون مخرج كل افلام هوليوود،
تتفرج معاها فيلم اول 4 ثواني، هذا دحين البطل اللي قتل الاخو ما اعرف دوبني شغلت فيلم معاكي. اوف دحين حيدخل يقتله صح، حيدخل يقتله ما اعرف. انا اقول لكم هذه قصه حقيقيه صارت. رحنا سوبر ماركت، واحده من الهايبر ماركت هذه، ووقفنا في الكاشير الطويل، كاشير كان طويل، فواقفين نستنى 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 الين ما جاء دورنا. خلاص حندخل، جاء واحد معاه كيس بصل، قال معليش لو سمحت ينفع ادخل بس قبلك؟ فانا اعطيتها نظره اللي ايش رايك اخليه يدخل، فهي اعطتني نظره اللي اوكي طيب، فانا اديته نظره اللي خلاص تقدر تدخل، فاعطاني نظره شكرا، فقلت له نظره يا ابوي عادي انا رجال البيت عادي تقدر تدخل، كلها نظرات. دخل الرجال حاسب ورجع بيته، واحنا رجعنا البيت وكل شيء تمام، او ما كل شيء مو تمام. عدى اليوم الاول ما بتتكلم معي، اليوم الثاني ما بتتكلم معي، قلت اها شكلها مضاربه، واحده من المضاربات اللي ما اعرف عنها دي. اليوم الثالث رجعت البيت ما في عشاء، ما سويت عشاء. قلت لها كيف ايش فيه ليش ما سويتي عشاء؟ قالت لي ماني عارف انك انت كنت راجع البيت. ايش اللي ما كنت فين حروح ايش فيه؟ قلت لها انت المفروض عارف انه راجع البيت. قالت اها المفروض عارف انه انت راجع البيت المفروض، واعطتني نظريه حقت المفروض، عارفين الوقفه حقت المفروض، ادتني وقفه المفروض. اها المفروض لما البنت تسوي زي كده في مضاربه ما تعرف عنها جايه. قالت لي زي ما هو المفروض، قبل 3 ايام في السوبر ماركت كاشير بصل سيره طويل نظرات زي ديك المره كان المفروض ما تخليه يعدي لانك عارف انه انا تعبانه. خالد عمر كان معكم، شكرا لكم.